السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خاوتي، وشراكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم كريم وتاك، معكم عبد الكريم من الجزائر. وفي لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نشوفوا التخفيض الجديد اللي دارتو كوندور على الهاتف نتاعها اليور اكس. اذا كنت اول مرة تشوف لاشين تاعنا ما تنساش دير ابوني وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد نتاعنا، وما تنساش دير جيم للفيديو باش نكملو ونبارطاجيوكم غير جديد ان شاء الله. بلا ما نطولوا لكم خليونا نبداو على بركة الله. الساعة نشوفوا المواصفات نتاع هذا الهاتف. عندنا شاشة من نوع اموليد مقاسها 6.39 انش بدقة فول اتش دي بلس، وتأتي بنسبة ابعاد 19.5 على 9، وتشغل نسبة 92% من الواجهة الامامية للجهاز. بالنسبة للمعالج عندنا ميديا تك هيليو بي 70 بمعمارية 12 نانومتر، 80 نواة بتردد يصل حتى 2.1 جيجا هرتز. عندنا الذاكرة العشوائية 6 جيجا بايت، مساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، قابلة للتمديد ببطاقة ميكرو اس دي. بالنسبة للكاميرا الخلفية ثنائية مزدوجة بمستشعر رئيسي 16 ميجا بيكسل مع مستشعر ثاني دقته 5 ميجا بيكسل. الكاميرا الأمامية منبثقة بدقة 8 ميجا بيكسل. البطارية سعتها 3520 ميلي أمبير مع تقنيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي. نظام التشغيل عندنا أندرويد 9.0 باي، قارئ للبصمة مدمج في الشاشة. خصائص أخرى عندنا منفذ سماعات لاسلكي 3.5 ملم مع منفذ USB Type-C، وعندنا شريحتي اتصال داعمتان للجيل الرابع 4G. بالنسبة للسعر الجديد تاع هذا الهاتف في السوق الجزائرية هو 29900 دينار جزائري بدلا من 53900 دينار جزائري، أي الهاتف حصل على تخفيض بقيمة 24000 دينار جزائري. هذا هو لا فيديو تاع اليوم، نتمنى لا فيديو استفدتوا منه ولو بحاجة قليلة. تلاو خاوتي ديرونا جيم للفيديو وبارطاجيوه مع أصحابكم. تلاو في رواحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.